لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. أحمد الله تعالى حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين، صلى عليك الله يا حبيبي يا رسول الله. وبعد، جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما، أمسى على المولى الكريم كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. باختصار تكلمنا عن بعض الأشياء التي يجب على الحاج فعلها قبل حجه، قبل ذهابه إلى الحج. ثم بعد ذلك تكلمنا عن بعض الأشياء المحظورة على الحج من الأخلاقيات أثناء أثناء حج. أنت ربنا كرمك ووفقك وأسعدك ولبيت نداء الله عز وجل قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تنظر إلى بيت الله الحرام وتمتعت ورأيت وصليت وذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتم الله لك النسك، رب العباد أتم لك النسك، ورب العباد أعطاك، ورب العباد أرضاك. ومن عطاء الله عز وجل ورضى الله عنك أن وفقك لزيارة بيته، أن جعلك ملبيا لندائه. التزمت بالأخلاقيات، وقلنا الإنسان إيه اللي بيعمله قبل الحج وأثناء الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج باختصار. ثم بعد ذلك أتم الله عليك النعمة وحججت بيت الله. اعلم أن الحج له أجر عظيم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فما أجملها وما أفضلها من كلمة. وحبيبنا قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا حج بيته. أنا جيت من الحج، يجب علي أن يكون هناك تغيير. تتقي الله عز وجل، أنت جاي من مكان رب العباد شال عنك كل الذنوب إلا ما تعلق بحقوق العباد. وقلنا حقوق العباد إنه الواحد مننا يرد المظالم إلى أهلها، إن كان هناك سقط وإن كان هناك أشياء حدثت منك، فأنت ذهبت إلى الله عز وجل ودعوت الله عز وجل ولبيت نداء الله مصداقا لكلام رسول الله: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأنت كده الدنيا بالنسبة لك بسم الله ما شاء الله جاي طاهر مطهر من مكان طاهر، رب العباد رفع عنك الذنوب. قال ربنا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الواحد منه بتحدث منه أشياء يستغفر. أنت جيت من حجك وربنا أكرمك وأتم عليك النعمة، يجب عليك أن يكون هناك تغيير. خلاص كده اوعى تعمل ذنب، اوعى تذنب. فالذنب والله ذنب، الذنب يعني ربنا يبعدنا كلنا عن الذنوب ويباعد بيننا وبين المعصية، وما يجعلناش نصيب في الذنب ولا نصيب في المعصية، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. تتغير الأخلاقيات، تتغير المعاملة. أحيانا الواحد ما ينقطع عن الصلاة ويذهب إلى بيت الله الحرام ويحج، ثم بعد ذلك يرجع وينقطع أيضا عن الصلاة، برضو هذا لا يجوز، برضو هذا يعني تحاسب على ترك الصلاة أمام الله عز وجل. ولما عملت الحج وأديت فريضة الحج لازم يكون فيه تغيير، لازم يكون فيه رجوع إلى الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. يبقى أول شيء حاجات قبل الحج، حاجات أثناء الحج، بعد الحج يبقى لازم يبقى فيه إيه؟ لازم يبقى فيه تغيير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبل الله منا ومنكم، وجعلنا جميعا من حجيج بيته، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.